شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب المحترم. بغيت نذكر بالاهميه ديال النقل في العالم القروي. الساكنه المغربيه لا زالت تقطن بالعالم القروي في حدود 40% من المجموع، وحاليا الحاجيات ديال الترقل ديال هذه الساكنه تغطيها خاصه النقل المزدوج بحوالي 1500 عربه والسيارات الاجره الكبرى، وعددها 44000 تقريبا في المغرب. بالنسبه للنقل المزدوج، من اهم الجهود اللي قامت بها الحكومه هو الدعم ديال المحروقات، ثانيا الرفع ديال مبلغ الدعم لتجديد الحظيره الى 290000 درهم لكل عربه، وايضا اعاده الرخص الاستثنائيه خلال الاعياد والمناسبات، وتنواصلوا ايضا التكوين ديال السائقين، وتنعطيو دائما الاسبقيه للملفات داخل اللجنه ديال النقل. واخيرا بتنسيق مع وزاره الداخليه تنعملوا على تنزيل الجهويه المتقدمه التي من شانها الاستجابه الافضل لحاجيات تنقل المواطنين داخل المجال الترابي للجهات، وشكرا.